تفاعلت الصحف العالمية والعربية مع حملة خوخوة التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع المنتخبين المغربي والجزائري في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر. وتطرق الإعلام العالمي لهذه الحملة بعدما نجح الجمهورين في التأكيد على قوة العلاقات بين الشعبين رغم الخلافات السياسية بين البلدين، معتبرا إياها بالبادرة الأولى من نوعها بين مشجعي أسود الأطلس ومحارب الصحراء. ولقيت الحملة نجاحا كبيرا حيث تكلمت عليها قنوات وصفحات جزائرية ومغربية بالإضافة إلى قنوات عالمية كبي بي سي وفرانس 24. تذيلتها تعليقات تشيد بالحملة معتبرة إياها رسالة إلى السياسيين لأجل حلحلة الأزمة القائمة بين البلدين ودعم الأخوة بين الشعبين. واعتبر بعض المدونين في الصفحات الاجتماعية أن حملة خوخوة ستنجح في مد جسور التواصل بين الشعوب مهما بلغت مستويات التوتر السياسي بينهم، حيث أكد المشجعون على استمرارها إلى نهاية الكأس الإفريقية. حضر الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي بملعب السلام لمتابعة مباراة المنتخب المغربي أمام منافسه الإيفواري من أجل زميله جناح أسود الأطلس سفيان بوفال الذي يرتبط معه بصداقة قوية لسنوات. ديمبلي منع الاقتراب منه وتمت إحاطته بالعديد من رجال الأمن الخاصة ومنع حتى التصوير معه، وظهر في منصة كبار الشخصيات متابعا للقاء الفيلة والأسود باهتمام كبير. ضمن المنتخب الوطني لكرة القدم تأهله إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر عقب تفوقه على الكوديفار بهدف لصفر من تسجيل يوسف النصيري مهاجم ليغانيس الإسباني في الشوط الثاني. ورفع الأسود رصيدهم من النقط إلى 6 في صدارة المجموعة الرابعة متفوقين على الفيلة الوصيفة ب3 نقط وجنوب أفريقيا الثالثة بالرصيد ذاته، فيما يتذيل منتخب ناميبيا ترتيب المجموعة بدون نقط. وتبرز العديد من السيناريوهات التي تنتظر المنتخب الوطني بعد مباراته غدا الاثنين أمام جنوب أفريقيا، ففي حال تأهل الأسود في صدارة المجموعة الرابعة فسيواجهون في الدور الثمن النهائي ثالث المجموعة الثانية التي تضم كلا من نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي، أو الخامسة التي تضم تونس ومالي وأنغولا وموريتانيا، أو السادسة التي تعرف مشاركة الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو. وفي حال تأهل المنتخب الوطني كوصيف للمجموعة الرابعة فسيلعب مع متصدر المجموعة الخامسة والتي تضم كلا من تونس ومالي وأنغولا وموريتانيا. أما في حال تأهله كأفضل منتخب يحتل مركز ثالث فسيضرب موعدا إما مع متصدر المجموعة الثانية، ويتعلق الأمر بكل من نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي، أو متصدر المجموعة الأولى وتضم مصر والكونغو الديمقراطية وأوغندا والزيمبابوي. كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدوزي، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى أن نلقاكم مع خبر جديد، إلى اللقاء.